يمكن بزاف نساء، خاصة النساء، تلقاهم يتناولوا بزاف دي ديتوكس، يعني اللي يكونوا ينحيوا المياه من الجسم. وش هو يمكن أنجح ديتوكس في رأيك دكتور؟ الديتوكس بيختلف، يعني في ديتوكس للدهون، في ديتوكس للكبد، في ديتوكس للكلى، يعني كل حسب نوع الديتوكس، يعني كل ديتوكس عنده المشروب. لنحي المياه الزائدة بالجسم، المياه يعني الزائدة. نعم. هلا غالبا الماء مع الليمون رائع جدا، او النبات الهنديباء، نبات الهنديباء، الهنديباء نبات بسموه الهنديباء او الهنديباء، هذا بيخلص الجسم من السوائل الزائدة اللي فيه. طيب طبعا خاصة مرضى الضغط كثير بيفيدهم يعني. اوكي.